لسه كلامنا عن الرياضة تحديدا كرة القدم مستمر، وبعشرة لاعبين منتخبنا الأولمبي خسر أمام المنتخب المغربي في أول نهائي عربي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة، تتوج المغرب بالبطولة. لكن الأهم أن منتخبنا الحقيقة أدى المهمة المطلوبة وهو الصعود للأولمبياد. لاعبي منتخب مصر عملوا اللي عليهم، فخورين بكل تأكيد باللي قدموه طوال مشوارهم في البطولة. يا شازي، المباراة ما كانتش سهلة. طبعا بكل تأكيد مباراة صعبة، وهناخد دلوقتي قراءة طبعا في هذه المباراة، بالإضافة طبعا إلى مباريات الدوري المصري امبارح الأهلي والاتحاد، وامبارح كمان كانت مباراة الزمالك وفيوتشر، واللي فاز فيها طبعا الأهلي فاز والزمالك على منافسين في هذه المباريات. تفاصيل كل هذه الأحداث الرياضية هنعرفها دلوقتي من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو كريم سعيد رئيس تحرير يلا كرة. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير لكل متابعي قناة الأولى. يا أهلا بيك. نبدأ مع المنتخب الأولمبي. هل شايف أن المنتخب عمل اللي عليه يعني، ورؤيتك للمباراة وسبب الخسارة في هذه المباراة؟ طبعا اكيد بعيدا عن النتيجه، كامل التحيه للمنتخب الاولمبي، كامل التحيه للجهاز الفني بقياده الراجل اللي بيشتغل بصراحه وعمل شغل كتير جدا وبصمته واضحه على الفريق، اقصد روجيه ميكالي طبعا مدير فني قدير للغايه. وافتكر بقول لك يعني بعد نهايه عقده مع المنتخب الاولمبي، الراجل ده هيبقى عنده طريقين هيسلكهم في مصر. إما لو كرسي مدير الفني المنتخب الأول فاضي هيروح له، أو هيروح أحد الأندية الكبيرة في مصر. راجل مدير فني كبير جدا، تكتك وتحويله لمنظومة اللعيبة الأولاد دول احنا بنتفرج عليهم من زمان. المستوى اللي أنا شفته عليه امبارح، فريق بيلعب من تقريبا الدقيقة 18، بيلعب ب 10 لعيبه لغايه الدقيقه 120، ونضيف عليهم طبعا الاوقات البدل الضايع اللي هم هيوصلوا حوالي 20 دقيقه. في ده لعب اكتر من ساعه ونص ب 10 لعيبه قدام منتخب قوي للغايه، عنده لعيبه في انديه كبيره. شفنا امبارح الزلزولي طبعا لاعب المنتخب المغربي، لعيب مميز للغايه ولعيب سكيلر بشكل عالي جدا. الفريق المغربي رغم ان هو كان بيلعب زايد عدد واحد، انما ما قدرش خالص يحسسك ان هو في الملعب منتشر او مستفيد من حاله الطرد. فانا بحيي بصراحه المنتخب رغم الخساره، واكيد اتفق جدا جدا معاكم ان الهدف الاساسي اتحقق وهو الوصول لباريس 2024. طيب كريم، برضو من الحاجات الحقيقه المبهجه كمان والمشرفه فكره انه يتوج لاعبين من منتخبنا الاولمبي. نعم. كان لو هنتكلم عن حمزه علاء افضل حارس، او حتى ابراهيم عادل افضل لاعب، بالرغم من الخساره امام المباراه النهائيه. شوفي طبعا اكيد هو انا في وجهه نظري افضل حارس وافضل لاعب بيبقى اوريدي تم اختيارهم قبل المباراه، لان استحاله يتم اختيار افضل حارس في البطوله بشكل عام وافضل لاعب بشكل عام من المباراه النهائيه بس. لا خلاص، ده بيبقى امر يعني خلاص تمت اختياره قبل المباراه. تراكمي طيب من خلال المباراه. طبعا البطوله كلها، البطوله كلها. مثلا حمزه علاء امبارح وعنده خطا واضح في الهدف الثاني، لكن في الاخر بني ادم برضه. قصدي يعني لن يحاسب، يعني اللجنه الفنيه ما ينفعش تيجي تحاسبه على الخطا ده وتنساله كل البطوله، ده ما ينفعش. بس اللي انت قلتيه ده بالظبط بيترجم اللي احنا بنتكلم عليه، بيترجم الشغل بتاع الجهاز الفني اللي يخلي النهارده لعب ابراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز خد افضل لاعب في البطوله على حساب مثلا زلزولي. راجل بيلعب اوريدي في برشلونه وراح اعاره كذا نادي، ويعني ومتاح لانديه كبيره جدا في اوروبا، لاعب محلي ما خدش اي تجربه احترافيه، بيلعب في بطوله قاريه وبينجح ان هو ياخد منه اللقب ده. لقب مش قليل، واللقب النهارده كل السكاوتنج اللي في العالم بيتابعوا البطوله وبيشوفوا ان في لاعب محلي اسمه ابراهيم عادل، لما يجيبوا ما راحش في حته غير بيراميدز، يعني شفناه في بيراميدز بيقدر ان هو ياخد افضل لاعب في البطوله، ودي حاجه كبيره جدا وبرده تضاف للجهاز الفني. لا السن كمان تحت 23 سنه ده مش سن صغير، احنا مش بنتكلم يعني في اشبال. 23 سنه دي بيبقى في عمر لاعبين كره القدم بيبقى فيهم خلاص محترفين بالفعل في انديه كبيره. صحيح صحيح صحيح. طيب فنيا المباراه كانت ماشيه ازاي؟ هل اللعيبه ادت اللي عليها؟ طب شوف طبعا احنا انا في وجهه نظري لو منتخب مصر كان بيلعب كامل لغايه الدقيقه الاخيره كانت نسبه فوز المنتخب المغربي باللقب لن تتعدى 5%.
خالص. ايه الدجاع على كلامي؟ المنتخب المصري خلال ال 17 دقيقه اللي لعبهم كامل واللي احرز فيهم واحد من احلى من احلى، هقول ايه، مش اهداف البطوله يعني، اهداف السنه دي اللي احنا بصراحه شفناها، هدف محمود صابر هدف يعني خيالي، هدف من الاهداف اللي احنا ما بنشوفهاش غير عن طريق كريستيانو رونالدو، هدف يعني بصراحه بسم الله عليه يعني هدف حلو قوي، حلو جدا 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 يعني. طبعا انا طبعا مش عايز الوم محمود صابر، هو تقريبا خد عين بعد ما عدنا نشيب الهدف بتاعه على طول، هوب عمل طبعا تدخل، انا في وجهه نظري بصراحه يعني طبعا تدخل عنيف للغايه، تدخل يعني في تهور شديد، واكيد مش مقصود مليون في الميه مش مقصود، ولكن في تهور شديد، وانا اعتقد ان قرار الحكم اللقاء وقرار الفار كان صحيح بطرد محمود صابر، لان اللعبه فعلا خشنه جدا على لاعب كان زلزولي برضو لاعب المنتخب المغربي، وكان ممكن يتسبب له في اصابه قويه للغايه، لكن الحمد لله ربنا ستر، بس القرار في وجهه نظري سليم. الحماس طبعا اكيد بتاع اللعيبه كان واضح يعني، برضو يعني قدروا ان هم في البدايه يوصلوا للتقدم، ولكن طبعا الحماس الزايد محمود صابر في التدخل بتاعه والتهور كلف المنتخب ان هو خلاص كان مجبر انه يغير اسلوب لعبه، ان انا بلعب ناقص. ابراهيم عادل بصراحه كان عليه طبعا بعد الطرد مجهود شاق للغايه، لانه معزول تماما قدام مطلوب ان هو يمسك الكوره ويقف عليها ويحاول يسحب منتخب مصر قدامه، دي عمليه شاقه للغايه، شاقه جدا جدا وانت بتلعب ب 10 لعيبه. بصراحه يحسب للعيبه ان رغم الطرد ما حسيناش خالص للمنتخب المغربي زي ما قلت ان هو متفوق عدديا، برضو المنتخب المصري رغم النقص العدي قدر انه يلعب خلف الاظهره بتاعه المنتخب المغربي، المنتخب المغربي دفاعه سيء للغايه. منتخب بصراحه طبعا هو حاليا بطل افريقيا، لكن لازم يفكروا كتير جدا 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 في شكلهم في الاولمبياد. يعني اجي اقول لك اي حد بعد ماتش امبارح يقول لك انا مطمن على المنتخب المصري في الاولمبياد. ليه؟ الشك بتاع امبارح ليه مبرر وهو الطرد، انك تلعب ناقص. يعني المنتخب المغربي رغم انه بيلعب زايد ومعاه نجوم ومعاه كل، لكن تكتيكيا الفريق سيء، الفريق وحش، دفاعه سيء جدا. فانا اشوف بصراحه يعني بكل امانه رغم الهزيمه، بس انا بحيي اللعيبه وبحيي الجهاز الفني على مباراه امبارح. طبعا احنا بنضم صوتنا لصوتك كمان، ولو هنتكلم بقى عن تحليل تراكمي للمباريات اللي لعبها منتخبنا الوطني الاولمبي، تفتكر انه هذا الاداء او التحليل التراكمي ليك يؤهلنا ان احنا نكون من المنتخبات اللي تقدر تؤدي اداء مشرف وجيد وتقدر ان هي تحصل على مراكز متقدمه في اولمبياد باريس 2024؟ لانه لو بصينا للمباريات اللي قبل كده خلينا نقول انه كان حسب التحليلات اللي بتخرج انه كان في اهدار لفرص كتير جدا، ما كانش في سينكرونايزيشن او ما كانش في تواصل جيد مع اللعيبه، فكان في بعض الاخطاء اللي استمرت لاكثر من مباراه بالمناسبه. طيب هو اول حاجه طبعا لازم نقول ان المنتخب الاولمبي المتابع للمنتخب ده من حوالي اكثر من سنه كان هيشوف ان هو كان عنده مشاكل كتيره جدا. طيب الفريق في البطوله الحاليه فضل عنده كلين شيت لاربع مباريات متتاليه، بنتكلم ثلاث مباريات في المجموعات ومباراه السيمي فاينل لغايه لما تلقى هدفين في المباراه النهائيه اللي كسرت الرقم اللي انا بتكلم عليه ده، وده بالتالي بيشير الى قوه التكتيك الدفاعي. ده مش قوه اللعيبه بس، لا مستحيل فيش فريق يعمل كلين شيت، تكتل دفاعي وفي حراسه مرمى كمان برضه لازم يشيل بدور طبعا. فيش فريق يلعب يعمل كلين شيت اربع مباريات الا ما يكون في دور للجهاز الفني والتكتيك اللي بيلعب بيه. في مشاكل في الفريق مليون في الميه، مليون في الميه في مشاكل في الفريق، لان بصراحه الجيل الحالي المواهب فيه قليله، المواهب فيه قليله جدا جدا، وده برضه يحسب للجهاز الفني رغم ندره المواهب معاه معهمش لعيبه نقدر نقول ان هي يعني بخلاف ابراهيم عادل ما نقدرش نقول ان في اسماء يعني قويه بتلعب مع انديتها بشكل كبير في الدوري الممتاز او حتى في دوري ابطال افريقيا. في ازمنه سابقه كان في اجيال قويه جدا، جيل رمضان صبحي، جيل عماد متعب 2003، كان في اجيال قويه جدا 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 وبيلعبوا مع انديتهم بشكل اساسي. المره دي الجيل مختلف، ومش عايزين طبعا ننسى ان طبعا اكيد قبل اولمبياد باريس كل المنتخبات المشاركه عندها مساحه ان هي تضم ثلاث لعيبه فوق السن، فدول اكيد هيضيفوا فنيه لما يجي مثلا منتخب مصر مثلا يعني هيضم احمد حجازي، هيضم محمد صلاح،
مساحه يعني في مساحه الحمدي فتحي عمر مرموش مصطفى فتحي طبعا مصطفى محمد فاكيد طبعا في ثلاث لعيبه اكيد في تعزيزات يعني. طبعا هيضيفوا جدا 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 للمنتخب وانا ان شاء الله متاكد ان احنا هنشوف شكل مختلف للمنتخب في الاولمبياد. عظيم. عايز اروح معاك بقى للدوري المصري طبعًا. وكان في مباريات مهمه جدا الاهلي والاتحاد الزمالك والفيوتشر والزمالك بقاله كام مباراه كده بيأدي اداء مختلف تماما عن اداءه خلال الفتره اللي قبلها. عايز اعرف السبب في تحول اداء نادي الزمالك خلال الفتره دي. طبعا الاجابه هي اوسوريو مدير الفني الكولومبي الجديد. واضح جدا اوسوريو عنده اسلوب لعب وبدا يحط بدا يوقف الفريق كويس يعني فريق نادي الزمالك عندهم مشاكل كبيره جدا. الفريق يعاني 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 ما عندوش دكه بدلاء يعاني انه ما عندوش نقدر نقول يعني نجوم كلاس ايه يبني عليها ما عدا زيزو. زيزو هو الوحيد البارز في الفريق لكن بقيه الفريق في مشاكل خط الوسط في مشاكل كبيره جدا جدا جدا. نادي الزمالك طبعا محتاج تدعيم خط الوسط ده بشكل يعني فوري. ما ينفعش السنه الجايه يلعب الموسم بالاسماء الموجوده حاليا مع كامل احترام ليها طبعا لكن بصراحه اسماء اقل بكتير 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 من فانيله نادي الزمالك. ولكن المدير الفني موقفهم كويس بيلعب بتكتيك يناسب امكانياته مش مخليهم يعملوا تاسكات صعبه بيلعب على قد المستوى اللي قدامي. بنحضر الكوره نروح للطرف ونرمي الكروسات ناخد كرات ثابته ونعتمد عليها وبس خلاص مش مطلوب منكم اي حاجه تاني وما تعملوش اي حاجه تاني عشان ما نغلطش. فبيحاول يقلل نسبه الاخطاء في الفريق لان دي الامكانيات بتاعته. وبالتالي نادي الزمالك ماشي بشكل كويس وقدر ان هو يحقق نتائج ايجابيه في الدور الثاني وفي الفتره اللي جه فيها اوسوريو افضل بكتير من الفتره الاولى. بس خلاص الفريق خلاص اعتقد هو عارف ان هو يعني المساحه المتاحه له ماكسيمم المركز الثالث طبعا وده نتيجه النقاط المهدره اللي حصلت في الدور الاول. طب الاستراتيجي دي او الخطه دي بقى ماتش الاهلي والزمالك يوم الخميس ايه اللي هيحصل؟ بص طبعا اكيد حاليا النادي الاهلي هو اقوى فريق ليس في مصر فقط ولكن في افريقيا. صحيح. فريق منظم بشكل كبير جدا فريق حاليا وصل لمرحله يعني ان كولر بيلعب بمنظومه ايا كان مين الاسم. مثلا حمدي فتحي ما بيلعبش مع النادي الاهلي بقاله ثلاث ماتشات من ساعه ما راح انتقل الدوري القطري. ما حدش حاسب فرق. مفيش فرق ليه؟ الفريق كمنظومه ماشي في ترس بيطلع ترس بيخش ده بيخرج ده بيخش. وبالتالي اللي بيشاهد امبارح مباراه الاهلي والنادي الاتحاد مباراه تخلص بسكور للنادي الاهلي من الدقيقه الاولى واضح جدا جدا الفجوه اللي حاصله. وان كمان لعيبه الاهلي تحس انهم مش مجهدين يعني بيحققوا الانتصار مفيش اجهاد. تعالوا كده نعمل فلاش باك للسنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها لما الاهلي خسر الدوري مباريات النادي الاهلي في الدور الثاني كلها معاناه 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 معاناه. ده بيبين لنا برده دور الجهاز الفني بقياده كولر والتطور اللي عمله في الفريق. وبالتالي بشوف طبعا اكيد مليون في الميه ماتش يوم الخميس النادي الاهلي هو مرشح للانتصار. في حاليا فجوه فنيه ما بينه وبين النادي الزمالك ولكن مباريات القمه ماتشات الديربي اكيد لا تخضع لمستوى الفريقين. اكيد بيبقى في امور نفسيه ومعنويه هنعرفها يوم الخميس ان شاء الله. صحيح. وانت بتتكلم على الامور النفسيه اعتقد ان دوافع النادي الزمالك للفوز على النادي الاهلي كبيره جدا خلال الفتره دي خصوصا وانت بتقول كمان ان هو عنده مشاكل كتيره فاللعيبه نفسها عارفه ان مفيش حد هيلوم عليها في ظل وجود هذه المشاكل. بص طبعا خلي بالك في نقطه مهمه جدا ان مباراه الخميس الجايه هي فيها اهميه ان هي قد تكون حاسمه للنادي الاهلي بشكل رسمي طبعا الدوري. اذا طبعا نادي بيراميدز ما وقعش في مباراته اللي قبل يوم الخميس يعني ممكن النادي الاهلي يخش المباراه لو بيراميدز كسب سيراميكا اعتقد النادي الاهلي هيبقى عنده في المباراه الجايه عنده تو تارجت انه هدفين انه يكسب الديربي ويحسم لقب الدوري ويعمل احتفاليه على حساب غريمه التقليد. طبعا نادي الزمالك اكيد في ظل الموسم السيء هو ما زال عنده فوز معنوي او فوز شرفي على النادي الاهلي ده اكيد حاجه بجماهيره بتتمناها ولسه ما زال عنده بطوله كاس مصر فده عنده دوافعه وده عنده الدوافع بتاعته. مهم جدا طبعا 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 سيناريو الماتش هيمشي ازاي واكيد طبعا الاستعداد بتاع الجهاز الفني هنا وهنا ولكن ما يبقى طبعا بكل تاكيد كتوقعات الافضليه الاهلي افضل عنده افضليه على الزمالك. طب احنا بنتكلم عن الاهلي برضو يعني امبارح مباراه الاهلي مع الاتحاد السكندري مباراه ال 11 تقريبا اللي بيقدر يحقق الاهلي بيصل ليها شباك نظيفه يعني
احنا اتكلمت يا كريم عن النادي الاهلي بشكل عام وعن كولر وعن تماسك النادي الاهلي والعوامل اللي ساعدت انه الاهلي يظهر بالشكل ده. نعم. بس لو هنتكلم عن الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري نادي بالمناسبه ونادي مهم جدا ونادي ليه قاعده جماهيريه برده مش بسيطه. طبعا اكيد. بصي الحاج محمد مصالح بصراحه في نادي الاتحاد السكندري بصراحه بالنسبه لفريق الكوره وفريق الباسكت يعني الراجل لا يبخل بشيء بصراحه، واحد من افضل رؤساء الانديه في مصر بصراحه. انا على المستوى الشخصي بحييه وبحب شغله جدا، راجل فعلا تعب مع الاتحاد. وبصراحه الناس لازم تفهم حاجه، ان اي حد النهارده بيشتغل مع نادي من انديه جماهيريه هو يعاني، لان فعلا النهارده الكوره بقت خلاص يعني منظومه ماليه، منظومه اقتصاديه. بشوف مثلا النادي الاهلي تحول لمؤسسه ماليه، بنتكلم على 2 مليار جنيه كاقتصاد نادي، يعني النادي الاهلي الفلوس. طيب ليه بيعاني؟ نعم ليه بيعاني؟ عشان بتتكلم ان الكوره دلوقتي بقت منظومه استثماريه، ليه بيعاني؟ استاذ جمانة تعالي السنه الجايه ببساطه كده امسكي ورقه واكتبي فيها ال 18 نادي اللي هيلعبوا في الدوري السنه الجايه، هتلاقي ان فوق ال 70% من الاسماء اللي انت هتكتبيها بايدك هتلاقيهم شركات. وهتلاقي في نسبه بسيطه جدا هي الاسماء اللي احنا اتعودنا عليها من واحنا صغيرين. ده بسبب ايه؟ بسبب تحول المباراه وتحول كره القدم لمؤسسات ماليه، ومؤسسات ماليه النهارده الانديه الجماهيريه ما تقدرش عليها، الانديه الجماهيريه عايز تعملي تحول هيكل اداري، الهيكل الاداري بتاعك اصلا تحولي لازم يتغير، الاستراتيجيه القديمه خلاص ما بقتش تنفع، ومحتاجه طبعا رعاه، لازم يكون في رعاه معاكي عشان يقدروا يدفعوا مرتبات، لان النهارده احنا بنشوف مرتبات لعيبه الكوره تضاعفت بشكل كبير جدا. طيب بس اخيرا نعم. الماتش بتاع الاهلي امبارح اخر ثلث ساعه كان فيه خشونه شويه في اللعب. شوف ده حماس، يعني في الاخر في حماس في اللعب، طبيعي بيبقى في بعض التدخلات. يعني ما حسيتش بصراحه ان في قرارات تحكيميه ممكن نقول عليها ان هي جدليه او ممكن تصل. لا مفيش، بس كان في خشونه ما بين اللعيبه. طبيعي صعب. بص عايز اقول حاجه طبعا، يعني خلي بالك بعض المنافسات الرياضيه بشكل عام ممكن تبقى الدنيا هاديه جدا جدا جدا، هوبا فجاه يحصل تصرف، زي بالظبط تصرف بتاع محمود صابر. واحد لسه جايب هدف عالمي عالمي عالمي، هو متحمس، هو مش قاصد خالص ان هو يخش يؤذي الزلزولي خالص، ولكن هو من فرط حماسه عمل تصرف معين، فده انا بشوفه طبيعي وبيحصل. اي حد بيلعب رياضه او بيلعب اي نوع من الرياضه فاهم اللي انا بتكلم. كل التوفيق ليهم طبعا في الاولمبياد، دي حاجه مهمه. المهم ان احنا وصلنا وربنا يوفقهم ان شاء الله بالشكل اللي ظهروا عليه، بكل تاكيد هيشرفونا ان شاء الله. احنا طبعا زعلانين على الخساره، لكن اكيد كلنا مبسوطين من الاداء ان شاء الله. كل الشكر ليك كريم سعيد الناقد الرياضي ورئيس تحرير يلا كوره. ميرسي جدا، شكرا.